في مهرجانات مختلفة وأمام آلاف من أنصار المعارضة والنظام، أطلق المترشحون للرئاسة الموريتانية وعودا سخية لاستقطاب الناخبين ركزت على الصحة والتعليم والأمن والتشغيل. سيد محمد البوبكر الوزير الأول والسفير الأسبق المدعوم من أحزاب في المعارضة وعد الموريتانيين في حال انتخابه بالقضاء على البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل للشباب. خلق آلاف فرص العمل للشباب عن طريق استغلال إمكانات النمو المتوفرة في القطاعات المنتجة، مما سيساعد على تفادي الانزلاق نحو التطرف العنيف أو اللجوء إلى الهجرة والغربة. مرشح الأغلبية الحاكمة بدأ راضيا عن الوضع الحالي للبلاد، واصفا حال التعليم والصحة بالجيد، ومؤكدا عمله على مواصلة الإنجازات المتعلقة بمكافحة الفقر وتوفير الصحة والتعليم للفقراء. دور العدل وكالة خاصة متبع هذا رئاسة الجمهورية، مهمتها الأساسية مكافحة الفقر، ومهمتها الأساسية شبع الفقراء، ومهمتها الأساسية تضمان فاتحة ودخلة، ومهمتها الأساسية يعودوا ما يحسوا بتركتهم أدنى من تركة الناس الأخرى، ومهمتها الأساسية يعودوا ما يحسوا من أدواهم دون أدوى الناس الأخرى. تفاوتت وعود المترشحين في الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي يتنافس فيها 6 مترشحين، ففي الوقت الذي وعد فيه بعض المترشحين بإصلاحات جوهرية تبدأ بأيام تشاورية بين مختلف الفاعلين، ركز آخرون على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما أكثر القطاعات ملامسة لهموم المواطن.